حضرنا المقابله نتاعنا منذ البدايه كما يلزم. لوبجيكتيف نتاعنا هو 3 بوان، معناها باش تكون الانطلاقه نتاعنا. دخلنا في المقابله كما يلزم رغم الظروف اللي تعدينا بها في المقابله اللي هي الاصابه نتاع حمزه الغدراوي. كيف كيف نقول لك انا 80-90% من الايفيكتيف نتاعنا اليوم اللي يلعبوا كانوا صايمين، وهذا اثر برشا على الروندمون نتاعهم. معناتها ما شفناش المستوى اللي كنا نستنوا فيه من البدايه نتاعنا العاده مع الطقس. هذه الكل معناها مش مبررات، لكن هذا واقع نتاع تيران. اي بورتون معناها سجلنا الهدف الاول وكنا محافظين على نتيجه طيله 80 دقيقه. الاغلاط موجوده في كره القدم، صارت غلطه، تلعبت كره عرضيه تسجل هدف. رغم هذاك حاولنا نرجع في النتيجه، رجعنا نلعبوا، عملنا زوز فرص، ومارو وخليل العياري معناها في الشوط الثاني في اخر المقابله. للاسف فما مونك دي ريوسيت قاعده تبع فينا منذ بدايه الموسم، منذ بدايه الفاز تاع البلاي اوف ان شاء الله نتخلصوا منها. مازال 7 مقابلات، مازال كل شيء جوابل، دونك نخدموا على رواحنا. ما علينا كان نخدموا على رواحنا وان شاء الله. الملعب التونسي خاصه المحق حتى انتصار، اسكو يطمح اليوم الملعب التونسي لبطوله ام مقعد ممكن في البوديوم فقط؟ شو راهو الفو ات رياليست، احنا اونجير ماتش بار ماتش، والاوبجيكتيف نتاعنا معناها تنجم تقول نحكيو على 3 بلاس، معناها اللي هي حاجه تكون باهيه برشا للملعب التونسي. احنا هوني كلاسي 5 4 ان بوان على 3، معناها مازال كل شيء جوابل. ما خرج حتى واحد قال نلعبوا على بطوله، دونك احنا قاعدين نلعبوا على مرتبه مشرفه في التابلو، نلعبوا باش نكونوا ديزاكتور معناها فاعلين في البطوله. ماناش نحبوا نكونوا معناها باساجي في الشامبيونا هذه بتاع البلاي اوف، نحبوا نكونوا فاعلين. بقدره ربي مازالوا 7 ماتشات، وان شاء الله نكونوا فاعلين في 7 ماتشات اللي مازالوا.